السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فراخ محشية بالرز. احنا ما عملناش قبل كده، عملناها محشية بالفريك، هنعملها المرة دي محشية بالرز. طبعا الفراخ انا غسلتها ونقعتها، وهنشوف الخطوات اللي بعد كده مع بعض واحدة واحدة. بنات هنجيب بصلتين مبشورين صغير او متقطعين في الكبة، او قطعيهم صغير وهنحطهم على الحلة. تعالوا معايا دلوقتي زي ما انتم شايفين يا بنات، جبنا الحلة حطينا فيها معلقة سمنة بلدي، انا بحب اشتغل بالسمنة البلدي، وشوية زيت، وهتنزلي بيهم بالبصلتين بتوعك بالشكل ده، اوكي؟ وهتقلبيهم لحد بس ما يتبلوا شويه. انا بحب انزل بيهم كده على البصل عشان البصل يطحن، ماشي؟ انا بحب انزل بيهم كده علشان البصله تاخد من النكهه بتاعت البهارات دي اكتر. اقلبهم كويس بس يا دوب كده الحبه، وهنرجع تاني نشوف هنعمل ايه. طبعا انا ما عنديش كبد وقوانص في الفراخ، هنا فراخنا بتجيلنا من غير كبد وقوانص. انت لو عندك كبد وقوانص شوحي القوانص قبل الكبد، وبعدين بعد كده تنزلي بالكبده. هناك انا حطيت كوبايه رز، كوبايه واحده، لان هي فرختين صغننين وانا هحشيها من تحت واحاول احشيها من فوق، بس ما اعتقدش ان هي فيها مساحه. هنغسلها علشان نحطها على البصله. يا بنات البصله زي ما انتم شايفين تبلت شويه، خلاص انا عايزاها كده. هننزل بكوبايه الرز بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزود عليها ميه. عندك شوربه حطي، بس انا شايفه ان انا هعملها بالشوربه، فمش هتلزمني قوي ان انا احط عليها شوربه، يعني كده هتبقى افضل بالنسبه لي. اهي هسيبيها تستوي بس نص سوا، لان هي هتكمل سواها مع الفرخه بتاعتنا. يلا انا هقلبها تقليبه كده ونشوف، لما بس الميه لازم تبقى سخنه او الشوربه تبقى سخنه. خلاص بصوا يا بنات دلوقتي هنضيف الميه. الميه طبعا لازم تبقى سخنه وما تغلط، ما تغطيش الرز. يعني بصوا اهي انا مش عايزاها تغطي الرز، اهي شايفين، بس يا دوب تغطيه تغطيه، مش عايزاها يعني تبقى كتير. وهوطي النار عليها تستوي على مهلها، انا عايزاها نص سوا ومش هحط ميه كتير، انا هحط بس شويه عشان انا حاسه ان هي قليله بس كده اهي. وهغطيها واسيبها تستوي واقفل عليها. او بالنسبه للبهارات اللي انا حطيت ربع معلقه من كل حاجه، يعني ربع معلقه مش كتير، لان هو اصلا حبه زي ما انتم شايفين مش كتير. فهسيب الرز يتسبك شويه او يستوي نص سوا ونرجع نحشي الفراخ. دلوقتي يا بنات زي ما انتم شايفين انا مش عايزاها اكتر من كده، زي ما انتم شايفين خلاص انا طفيت عليها، سيبها تبرد شويه عشان اعرف امسكها واحشيها جوه الفرخه بتاعتنا. الفراخ طبعا مغسوله ونضيفه، بس هسيبها شويه تبرد ونيجي نشوف هنعمل ايه. يا بنات الفراخ انا جبتها اهي، طبعا الفراخ عشان صغننه فتقطعت مني وانا بنضف. هتجيبي الفراخ زي كده وهتجيبي الرز بتاعك، لحظه واحده، وهتبتدي تقولي بسم الله وتحشي الفراخ بالشكل ده. هتحشيها كده اهي. طيب المفروض ان احنا نحشي الفراخ من هنا، تحشيها كلها يعني تبقى فراخ محشيه كلها اهي. انا مش عايزه ازود علشان ما تفرقعش، لان هي اصلا مفرقعه طبيعي. دلوقتي طبعا الفرخه طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله اتهربدت خالص لانها صغنونه مش كبيره، فهتعمليها زي كده بالشكل ده، شايفه؟ تحاولي تقفليها علشان الرز بتاعها ما يقعش منها. انا ما زودتش رز زي ما قلت لك، علشان انا كمان عامله رز تاني، عامله جنبها حاجه تانية يعني اهي. بس اقفليها وهنقفلها بالشكل ده خلاص، وهنسيبها وهنحشي التانية. طبعا انا مش هصور التانية معاكم لان ايه، عشان طول الفيديو يعني، لكن هي شكل الفرخ. يا بنات هننزل بالزيت، طبعا الحله انا سبتها البوتاجاز فاتحرقت زي ما انتم شايفين كده، بس مش مشكله. هنحط شوية زيت صغيرة زي ما انتم شايفين، وبعدين بصلة، بسم الله. طبعا هو بقالي كتير فعشان كده الحلة على طول ما تبدأش، هتقلبيها بسم الله الرحمن الرحيم، هنقلبها شوية. انا مش عايزة اقلبها تستوي، انا عايزة بس التقليبة دي. هننزل بالفرخة بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهي مع البصل انا بحب اعملها كده قبل ما اسويها، يعني قبل ما احط عليها الميه. طبعا حاولي توقعي الرز كله منها، روح حطها زي كده، بس خليها بقى كده شويه تاخد لون الجنب ده ولون الجنب ده. هنفضل نسويها، مش نسويها، نديها بس لون، يعني لازم تاخد لون عشان تقدري تاخدي منها شوربه حلوه. هتسمع عليها شويه وهوريك كده. بنات زي ما انتم شايفين انا مش عايزاها تلون، انا عايزاها بس تاخد فضمه بس كده. انا لسه اهو بقلب فيها يمين وشمال، وشها وظهرها وزي كده، والجناب بقلب
هسيبها كده في الفرن لمدتين واحط عليها الطماطم. بسم الله هحط الطماطم زي كده. انا الطماطم مش عايزه متفرقه معايا، تبقى مقطعه مبشوره زي ما تكون، لان هي كده كده انا هصفي الشوربه لما اخلصها، لما اقعد استخدم الشوربه هصفيها بس، لكن انا عايزاها تاخد فضمه زي ما هي كده مع بعضها. خلاص هنستنى عليها شويه وهنحط الميه بتاعتنا وتبقى الميه سخنه وتنزلي عليها، ومش هتاخد فوق الفراخ دي، مش هتاخد فوق. خلاص هننزل بفص من السكر بس كده، حاجه بسيطه. هنحط كمان شويه فلفل اسود، وهنحط شويه هيل على الشوربه عشان الشوربه يبقى لها طعم. الهيل مش اساسي، ها كان محدش يقول ما عنديش هيل، الهيل مش اساسي. هنسيبها كده شويه صغيره وهننزل بالميه. هننزل بالميه دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالميه بتاعتنا. الشوربه دي هتلاقوها احلى من اي شوربه، لما تعملي الشوربه بتاعت الفراخ عموما بالشكل ده هتبقى حلوه جدا جدا. اهي انا هسيبها طبعا شويه، هي مش تاخد وقت، فهخلصها او هشوف هتاخد قد ايه وقت على البوتاجاز وارجع اقول لك. طبعا يا بنات الفراخ استوت، مش قادره اقلبها لكم الناحيه الثانيه لانها فرقعت. طبعا ما كنتش هنزل الفيديو ده، بس انا قلت نتعلم من اخطاء بعض. الفراخ دي عشان صغيره ملهاش روح، يعني ملهاش روح ان هي تقلبيها وانت بتسويها زي ما انا متعوده، فدي تخليها على ظهرها زي كده، يعني تخلي وشها لفوق وظهرها ده لتحت، وتديها بقى التشويحه بتاعتك اللي انت اللي انا قلت لك عليها، وبعد كده تحط عليها الميه، يا اما تحطيها في كيس حراري، بس انا قلت لازم اوريكم التجربه، مش همسح. انا عملت طبعا رز تاني زي رز الحشوه، وهحمرها وهوريكم احنا بنحمرها. نزلت بمكعب زبده بس، ماشي تبقى حلوه برده بالزبده. اعمليها زي كده اهو، وبعدين هاتي الفرخه وحطيها وحمريها، حابه تحمريها في الفرن اوكي، حابه تحمريها زي كده اوكي، يعني ده حاجه بتاعتك انت. نحمر الفرخه يا بنات. انا ما بحبش احمر الفراخ، بس احنا عاملين فرن ان احنا نحمرهم اساسيين، هنحمر الفراخ ونرجع. طبعا فرقعه زوجتي، بس الحشو لسه زي ما هو جوه، اللي بره هو اللي وقع، لكن اللي بره لا، خلينا بقى بعيد لحد ما نخلص تحمير ونرجع. الشكل النهائي يا بنات بعد ما حمرناها وطلع علينا الحشوه طبعا زي ما هي جوه اهي، الحشوه جوه اهي، لكن اللي بره هي اللي وقعت. فانت لما تيجي تسويها تخليها على الجنب ده مش على الجنب بس. وزي ما انتم شايفين طبعا تحت امركم، اي استفسار اي تعليق اي اسئله انا موجوده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على مطبخ بتوت على الفيسبوك، ومطبخ بتوت كمان على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.